بون السلام عليكم. اليوم عندنا حصه سنه اولى متوسط، اوكي؟ حتكون حصه مراجعه تلاميذ سنه اولى متوسط اللي عنده فاض في الانجليزيه والفرنسيه. حنديروهم كيف كيف، اوكي؟ حنديرو يعني مع بعض. نسيو نحاولوا نديرو نصف ساعه انجليزيه ونصف ساعه فرنسيه. عندي اول سوجي حنحلوه كيف كيف، كما قلنا حتكون مراجعه، اوكي؟ سنديرو با مال دو سوجي كيف كيف نحلوهم. عندي اولا تلاميذ اللي عندهم غدوه، حبيت نقول حاجة الآن اللايف في اليوتيوب وأيضا في الزوم، رابط الزوم هو تحت الفيديو تاع اليوتيوب في حالة وين تلاميذ ما يقدروش يلحقوا بينا في الزوم، أوكي؟ ولا ما على بالهمش. دونك عندي بوتول، أوكي؟ عندي حسام وعندي راف رائيف رائيف سي صام رفيف سوري رفيف نعم نعم سو عندي بوتول رفيف وحسام وعندي عبد الرحمن. تلاميذ اللي عندهم غدوة فض يقول لي باش يطلعوا معنا ويشاركوا، اوكي؟ والباقي نحلكم من بعد. سو عندي اول تمرين، اوكي؟ سان سوجي تاع هذا السوجي عباره على اول فورد سان فورد الفصل الاول 2019 2020. قالك هيلو ماي نيم از سارا ويلسون، اي ام فروم انجلاند، اي ليف ان لندن، اي ام 13 years old، اي ام ا pupil at سان جيمس سكول. وات اباوت يو سارا؟ عندي اول سؤال task 1 عندي حسام، لما نقول لك what is the name age city and country واش تقول لي؟ حسامك معنا؟ حسام ميش نحل هنا؟ تفضلي يا عفيف تفضلي. نعم نايم الاسم yes. صراحة اسم يس. لما نقولوا النايم يس النايم لا لما هنا قال لك اونلي نايم، اوكي؟ سو ماشي نديرو النايم معناتها الكلمه نتاعها. لا فرح ويلسون، اوكي؟ لما يقول لك النايم نعم ماشي سارة سارة ويلسون. كي يقول لك النايم معناتها الاسم تاعها كومبلي، اوكي؟ كي يقول لك فيرست نايم معناتها يعني اسمها راح يكون first name راح يكون سارة، اوكي؟ first name. لكن كي يقول لك name نديرو yes. سارة ويلسون اسمها كومبلي. نعم واش نديرو تاني؟ age 13 years old 13 years old very good. واش تاني؟ لما نقول لك city واش معناتها city؟ city لندن يا واش معناتها city؟ سيتي الولاية. Very good. الولاية ولا المدينة، اوكي؟ المدينة وين تسكت. نعم حنا نقولو لندن. She's from London. لما نقول لك country واش معناتها؟ لا الولاية. لا لا country سيتي معناتها هي الولاية، لكن country هي البلد. البلد يا yeah. البلد تاعها وين تسكن؟ England. Very good. England. Yeah she's from England. Yes okay. لما نقولوا الكونتري هي البلد، كي يقول لك وات از يور كونتري واش تقول يا عفيف؟ انت منين؟ اي ام كونتري ماي كونتري از، ولا قولي اي ام فروم. اي ام فروم الجيريا. فيري جود. اي ام فروم الجيريا. نعم اوكي نقولوا اي ام فروم الجيريا. فيري جود. عندي تاسك 2 وين اي بوتول ولا حسامك هنايا؟ ايوه محلولين ما كنا جاوبش وقال ما عرفش وقال ما كاشو هاهو هاهو سام خباب. اذا عندي معلش شوفوا بالك عندي عبد الرحمن وين راك؟ عبد الرحمن عندي تاسك 2 رايت 2 اور فورس بوت ذا تيك حط تيك في الكوركت بوكس نحطوا هذه يعني عندنا هنا جمل عندنا 2 يعني صحيح yes. ولا خطا واش تقول لي؟ ترى اوكي معايا ولا واش هكا دير؟ ترى ابي اشنو شنو قاعد تجول اوكي معايا ولا واش هكا دير عبد الرحمن؟ هاي معاك هاي معاك لك مع مهدي قال لك the text is an email. وش نقول عليه؟ شنو؟ قال لك the text is an email. وش معناتها؟
الو قولي هلو. رسالة ماشي رسالة ايميل لا تهريبي الكتروني ياس ايميل ما عندها فوالا بعت ايميل الكترونيك فوالا كيما نقولوا ايميل اوكي ايميل هو عبارة واش تقولي عفيف كيما نقولوا قلب التكس از ان ايميل تو ولا فاس فاس علاش ولاش فاس ترو ولاش ترو رحمة واش تقولي ترو ولا فاس امي سوي رسالة رسالة نعم وايميل اوكي ايميل على بيها احنا نقولو ايميل وعلاش ايميل خاطرش هنايا عندي كي نقولك تو هنايا وعندي سابجكت اوكي حنبعتو لمن هنا عندي سند هذا عبارة على ايميل اوكي وي شكل تاعو تاع ايميل وهذا عبارة احنا نقولو قالك the text is an email yes true صحيح نعم نعم number two Sarah is 14 وش نقولو false نعم علاش Sarah is 13 very good نعم Sarah is 13 نعم عندي أنفع لما نقول لك she is from Manchester وش تقولين أنفع هنا في سؤال قال لك she is from Manchester Manchester هي مدينة في إنجلترا أوكي أنفع عندك الحس شوية أوكي سلام قلوا قال لك هنا she is from Manchester وش كنت جواب فاس نعم علاش she is from England أوكي so Manchester هي مدينة في إنجلترا كيف نقولوا فاس وعلاش لأنها she is from London هي من لندن ماشي مانشستر لأن مانشستر هي كما نقولوا إحنا وهران أوكي she is from Manchester نقولوا فاس وعلاش لأنها هي from London مانشستر هي مدينة في إنجلترا ولهذا نقولوا فاس she is from London نفهم yes أوكي الآن شو قالوا لما قالك سؤال number four جملة she is a pupil شو ولا فاس؟ فاس هي say I am a pupil yes بيكو قالك I am pupil ما هي pupil نعم هي تلميذة اوكي بيكو عندي task 3 اوكي وش عندنا؟ قالك عندنا paragraph fill in the gaps with leave school pupil and form هاد الكلمات نحطهم في هاد النص واش نقولوا نقولوا هاي نعم هاي اي ام اكرم اي ام يس 13 years old اي ام فروم اي ام لي فروم في قلت عندنا نقولوا هاي اي ام فروم الجزائر نعم زيدي اي ليف ان I live in no نقولو شنو نقولو هنا نقول ماقولش I live على I live in Wad yes I live in Wad very good هنايا فعندي أول نعم نجاوب الثانية مين yes فعندي from Algeria okay عندي I live in Wad I am وش نقولو school I am وش نقولوا I am a pupil yes أكيد I am a pupil at هذا school اسمه I am pupil زيدي وش نقولوا I am آخر كلمة at
middle school. Middle school. Middle school. Yes. Middle school. Okay. نقوله school. آخر كلمة هتقول school. Okay. هاد النص هتشوفه بزاف بزاف في التمارين. كيما هاد النص هتشوفه بزاف. ولهذا لازم نعرفوك باش نديرو هاد النص. Okay. يعني هذا عبارة نقدم روحي كيف كيف. عندي task 4. Classify the underlined word in the chart below. هنا عندي شكون يقول لي هادي أي ساوند؟ هذا وهذا. ليش حنا هكا ما حناش الفرق؟ ليش ياي خطافي في أي ولا في أي؟ في يا هادو تقراو سنة أولى متوسط. هذا هو اللي خطفيه ليش؟ علاش بوتول؟ ما قولي الآن قولي لي كيفاش؟ معليش مازال عندك اختبار سبع دي تخدمي منها اوكي الان قولي لي ميتا كيما نعم نيسني عقلك دوك نقول لك شطانة وانا وين حطيتها جاتت لنا بلاي حطيتها في او اي اوكي نيسات لنا مونداي بين حطيتها في او اي وطات لنا ناي حطيتها في اي وطات لنا يا بي هاي حطيتها في اي اوكي الان تقولي بوتول اي حرف هذا لما نقول لك اي هذا على كما نقولوا اي برونسيشن تاعو كيش عامله اي وهذا اي يس وهذا اي اكزاكتلي هذا ما كان اوكي حنا نقولوا اي هو عباره على برونسيشن تاعو هو اي يس اي مثل الكلمه على اللي تجي الصوت تاعها على اي على اي واش نقولوا مثال ماي يا فيري جود زيدي ماي مان لا زيدي عاودي واحد اخرى زيدي واش قلتي لي ماي لا ماي ماي يا واش نديرو عندي لما نقول لك قولي هاي ماي اوكي واش نقولوا ايضا رحمه عاونيها واش نقولوا مدي لي كلمه فيها اي لما نقولوا هذه اي هي عباره على اي نقولوا ماي نقولوا هاي نقول واش نقولوا ايضا بون هنا نقولوا هذو كاين بزاف نقولوا اوكي لكن هاش عندي اول كلمه هنا اول قال لك نديرو ماي نيم از ليف واش نديرو ماي بي اي كيفاه ماي يس وينجي ماي هاي فيري جود يس ماي قولوا على اي فيري جود زيدي نيم ان نيم اي اي نعم نعم اي اي على اي هذا اي اوكي زيدي is اي is وعلاش اي اي ما يس is نعم على عبارة اي اوكي ليف نعم very good ليف 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 اي يا ممتازة نعم ليف اي ليف ولا نقولوا ايز ولا ليف سي كيف اوكي احنا هذا هو very good فهمتي بوتول yes madam كي مش فاهم بلي اي هو عبارة على اي ماي والباقي ايضا اوكي لما نقولوا ماي نقولوا اشفي على اي هو عبارة على ماي لما نقولوا اي هو عبارة على اي نايم اوكي ايضا نقولوا وهذا السهل هو السهل هذا اوكي سو دائما لازم نشفعوا باللي اي هو المهم شفعوا انتي شفعي على واحد باك هو الصح let's see اوكي الان وش عندنا عندي هالتمرين اخر الان دوكا بوتول شكون عنده فوت غدوة لي قول لي وين راكم تلاميذ اللي عنده فوت غدوة وين راهم لا ولا فين يدهم ميس انا عندي غدوة إكرام عندك غدوة إكرام أنا عندي إكزام أنا يس خليل محمد أنا محمد شكون عنده فوت غدوة قال لي وين راهو ميس أنا درت فرد بارح أوكي نعم
رفيفة كي معناها رفيف؟ نعمت يس رفيف لما نقول لك مثال وحسام وينك حسام لما نقول لك مثال ديري وضعية إدماجية قال لك رايت أن أبلاي سارة تو سارة إنتروديوسينج يور سيلف سارة بعتنا إيميل قالت لك أنا واسمي وين تسكني أوكي الآن لازم حنا إيميل نرجعوا لها الإيميل واش تقولي لي قولي نقولوا هلو سارة واش تقولي لي Hello Sarah, my name is Rafif. I am 11 years old. I am from Algerian and I live in Tbilisi. I am a pupil at Ms. Mohamed Taher Middle School. Very good. Well done. ممتازة. نقولوا هاي. Hello Sarah, my name is واسمك؟ نقولوا Rafif. Rafif. Yes. I am I am 11 years old. Yes. Old. وش تاني وش نقولوا أيضا؟ I am. I am from Algerian and I live in Tbilisi. I am from Algeria. Okay, Algeria. Algerian معناتها الجزائري. Algerian. هل نحن نقولوا I am from Algeria؟ نقولوا I live in Tbilisi. Okay. ماذا أيضا؟ شو نقولوا أيضا؟ I am. I am a pupil at Ms. Mohamed Taher Middle School. Very good. A pupil at Ms. Said. Ms. Said. Mohamed Taher, okay? Middle School. Very good. Well done. So, how did you... Ms. مجيش فهدي مسعي. Ah, مسعي. Okay, sorry, yes. صح مسعي اوكي هنقولوا مسعي ميدل محمد طاهر اوكي ميدل سكول سو هذه هي لما نقول لك نايس تو ميت يو جلاد تو ميت يو نعم يس نقدر نقولوا نايس تو ميت يو اوكي نايس تو ميت يو اكيد سو كيما هذه نقولوا نايس تو ميت يو اكيد اوكي نعم سو هذه هو الوضعيه حتكون هكا الوضعيه اوكي حنجيبوها كيما هكا نقولوا هلو My name is Rafif. I am 11 years old. I am from Algeria. I live in Tbilisi. I am a pupil at Misri Middle School. Okay. النقاط المهمة هي What is your name? Okay. نقوله What is your name? نقوله أيضا نقوله شحال في عمرك? Okay. I am 11 years old. I am from. دائما نقول I am from منين? صديق من منين تيا? نقوله I live when. Okay. دائما نقوله I am pupil. أنا تلميذة. At لازم هذوما أهم النقاط اللي نذكروهم في الوضعية الإدماجية أوكي؟ Yes لازم نتفكروهم نعم دونك هذا هو السوجي